انت بتكلميني دي رنيم. بكلميها كده كأنها واحدة كبيرة تحكي لها على كل حاجة. البنت دي بقت كأنها حتة من قلبي، بقيت بكلمها كل يوم ونقعد نحكي مع بعض. أنا مش عارفة البنت دي عملت فيا إيه. أنا بفكر أجيبها تعيش معانا. تعيش معانا؟ أيوة، عايزة أبعدها عن الجو اللي هي فيه، عايزاها تعيش في جو نظيف. ماما تتضايق لو جبتها؟ حبيبتي أنا مش ممكن أتضايق من أي حاجة ممكن تساعدك، بس هو انتي بقى ناويه تعيشي معايا كتير لسه؟ ماما انا ورحيم محتاجين وقت. اسمعي بقى، انا موضوع رحيم ده اتكلمت فيه كتير قوي، لكن انا هجيب لك اخر الكلام. مشوار الحياه طويل وصعب، لازم دايما يبقى في حد جنبنا عشان نقدر نستحمل المشوار. يعني مش لازم يبقى احسن حد في الدنيا، ولكن على الاقل لازم نبقى بنحبه. لو بتحبي رحيم استحملي معاه الطريق، ما تخافيش. مشكلتي الوحيدة مع رحيم اللي أنا بحبه، بس طريقه هو اللي يخوف. ما تخافيش، امشي ورا إحساسك وقلبك، ما تخافيش. انتوا مين اللي بعت لكم التسجيل ده؟ هو ده كل اللي همك؟ مش فارق معاك اللي اتقال؟ انت من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقة دي؟ زياد معلوش لوم في أي كلمة يقولها بعد اللي سمعناه كلنا يا رحيم. كنت عارف يا رحيم إن داليا اللي كانت ورا قتل أختك. بصري بصري، ده أنت ابني، بفهمك من نظرة عينيك. رد عليا، كنت عارف ولا لا؟ يابا داليا ما قتلتش. يبقى كنت عارف، عارف مين اللي ورا قتل أختك. وساكت، ومش بس ساكت، ده انت كنت عاوز تتجوزها كمان. يا خسارة، أنا مش مصدق. أنت رحيم ابني، أنت ابني اللي أنا خلفته وربيته، أنت أوام نسيت أختك يا رحيم؟ اللي بلغ الحكومة ما كانش عايز حد يموت. كده بقى يبقى نسيت أختك يا رحيم، وإذا كنت أنت نسيتها أنا مش هقدر أنسى بنتي، ولا اقدر انسى حفيدي اللي يتيتم من ابوه وامه بسببها. انا طاري مع البنت دي يا رحيم وهاخده منها. محدش هيلمس شعره من داليا طول ما انا عايش. بتقول ايه؟ انت بتتحداني يا رحيم؟ هتقف قصادي عشان تحمي اللي قتلت اختك؟ يابا داليا ما قتلتش، دي كانت غلطه، واللي بعت التسجيل ده قصد ان هو يفرقني، وده اللي لازم نفهمه ونقف قصاده. أناني، هتفضل طول عمرك أناني. زياد، فوق لروحك، انت بتتكلم على خالك. انت اللي لازم تفوق يا رحيم، انت اللي لازم تفوق وتحس بالنار اللي قايده فينا كلنا. عارف يعني ايه اسمع بوداني ان في حد قتل اخويا؟ بلاش انا، زياد. عارف يعني ايه اسمع ان في حد قتل ابوه وامه؟ عارف ولا مش عارف؟ ترى ابويا وامي هاخده من اي حد، حتى لو كان مين. والله كبرت يا زياد، واول ما عروقك نفرت واتشدت اتشدت عليا انا. مش كنت بتقول عليها بلطجي ورد سجون ومقضيها بدراعي؟ ايه دلوقتي عايز تبقى زيي؟ زياد مش زيك ولا عمره هيبقى زيك. زياد احسن وانضف منك بكتير، اوعى تبقى زيه. خلاص بقيتوا كلكم ملايكه، ورحيم بقى هو الشيطان. قاعدين تحاسبوني دلوقتي؟ محدش فيكم غلط غلطة واحدة في حياته. جه اليوم اللي صوتك عالي فيه على ابوك يا رحيم، وتعلمه ازاي يتعامل مع اللي قتل بنته. ما تقولش كده يا حاج. اوعى، سيب ايدي، سيب ايدي. انت اللي بتختار يا رحيم. ايوه انت اللي بتختار، وهي بدأت بحلم اهي، خاف بقى على الباقي. هتيجي انا اوصلك. هتوصلني فين؟ هو انت عارف انا رايحه فين اصلا؟ مروحه البيت. لا، امال رايحه فين طيب؟ مالكش دعوه، وبعدين مش كل يومين تيجي تنطلي. طب لما انت عارفه ان انا بنطلك
بتيجي هنا ليه؟ مالكش دعوة. طب هقابلك هنا تاني بكرة؟ تذكري يا بيبي. تفتكر ليه ربنا خلاني أرجع مصر في الوقت ده تحديداً؟ عارف ليه؟ علشان لو ما كنت سمعت وشفت بعيني اللي حصل ما كنتش هصدق. مش كل اللي بتسمعيه وتشوفيه هو الحقيقة. ياه بتحبها قوي كده؟ لسه بعد ده كله بتدافع عنها؟ كلنا بنغلط واحنا بس اللي لازم نتحمل تمن الغلط ده، لكن انت لا. محدش دفع تمن من عمره قدي. رحيم انت دخلت السجن عشان كان لازم تدخله من زمان. يبقى خلاص محدش له حاجه عندي. رحاب انا لازم امشي. ما تسافرش يا زياد ما تسافرش. طب هقولك على حاجه، سافر شويه وارجع لي تاني. ارجع لي تاني يا زياد. رحاب انا هبقى اطمن عليك، سيبيني اسافر. واهون عليك؟ اهون عليك تسيبني؟ ابوس ايدك ما تسيبنيش. ابوس ايدك. ما تهونيش يا رحاب، بس انت كمان لازم تمشي. ليه؟ ليه بتقول كده؟ يعني انت مش عارفه؟ فرح انا جاهز. جاهز ايه؟ لا رحيم ما تسيبهوش يمشي يا رحيم عشان خاطر يا ولد. حاولي يا ولد. الحاج بدر ما بيردش عليا. برضه ما ردش. رحيم عمره ما عمل معايا كده. يمكن مشغول ولا حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قصدها. في حاجه تانية. ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ انا من رايي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني، ساعتها هتعرفي اذا كان باقي عليكي ولا لا. الحمد لله جدك احسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم، كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه؟ عارفه ايه المشكله اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكله اللي ما بيني وما بين الناخد طرب ويا وامي رحيم، والمشكله اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم مالوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها ردي. احنا مش عارفين يا زياد. لو دفعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمه؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ سامحيني انا مش مظبوط خالص اليومين دول. انا عمري ما زعل منك ابدا. انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لي. رحاب انا حاسس ان انا بتغير، حاسس ان انا بقى بني ادم تاني. انا بقيت اكره كل الناس اللي قريبين مني. انا لازم امشي، لازم ابعد عن هنا. أنا هسافر يا رحاب، هسافر قبل ما ببقى بني آدم تاني أنتي ما تحبيش تشوفيه. أيوة رحيم، أنا عاوز أشوفك حالا دلوقتي. طب أفهم يا حاج اللي حصل. طيب ايوه بس انا مش فاضي. خلاص جاي جاي، مع السلامه.